قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ايوه، يعني تدور الدوائر، يحوط عليه وترجع عليه. ثلاث هن رواجع على صاحبه: الله، البغي والمكر وخلف العهد. الله. فالبغي: يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا، او متاع الحياة الدنيا، متاع تتمتعون متاع، او لاجل المتاع، يعني مفعول لاجل ايه، او مطلق من لفظ الفعل. والتمتع هو الانتفاع بين وقتين. سبحان الله. اما الثانية متاع خبر، لان انما كف ومكفوف. يبقى البغي متاع الحياة الدنيا. طيب، البغي هو الظلم، وما يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. وأما المكر، مكر العبد احتيال، ومكر الباري تدبير جل في علاه سبحانه وتعالى. ولازم تقول الاثنين مع بعض: ويمكرون ويمكر الله، وتحصل المشاكلة بذلك. ومن المكر الحيل الشرعية، زي قول الباري: كذلك كدنا ليوسف، وقول الخليل: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فالمكر من العبد احتيال، ومكر الباري تدبير يسوق المقادير إلى المواقيت. والثالثة خلف العهد، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نفسه. هل يشرب ماي؟ شكرا.